ساحة التزلج في يريفان. إحدى فقراتنا ضمن جولاتنا السياحية ممكن أن نصحبكم إلى هذا المكان لزيارته أو لممارسة لعبة التزلج. لا تفكر بمسألة الحذاء الخاص بالتزلج عندك أو ما عندك، لأن ممكن منا تأجره. هذا الحذاء تشوفه، هذا حذاء إيجاره 1000 درهم لمدة ساعة، موجود كافة القياسات. ولو ما تعرفون التزلج ممكن هنا المعلمين المشرفين يرشدوكم. هنا موجودة الخزانات، ممكن تخزن بها أغراضك. الحذاء اللي راح تنزعها، هذا الخزانات موجودة، يعطوكم مفتاح تخلي أغراضك هنا وتقفل الباب. بعد ما تنتهي من التزلج تجي تاخذ اغراضك وتطلع.